فكرت انه صار لك شيء بسببي. اهدى، ما صار لي شيء، بس الدولاب زحط على الطريق وما قدرت اتحكم بالسيارة. انت منيحة ما؟ منيحة منيحة، ما تقلق علي، ما فيني شيء. بس بالنسبة إلي مستحيل اطلع بسيارة بتسوق أسومان تاني مرة لو شو ما صار. يعني المشكلة ما أنا بالخوف، الأصعب إنك تحاولي تحسسيها إنه أنت مو خايفة، أو إنك تكون قريب هالقد وتضطر إنه تبقى بعيد، وهذا كمان صعب. خلينا نحكي، ما بصير تروحي وتهربي بهالطريقة. بس نوصل على المكان اللي رايحين عليه، وإذا ضل شي ينحكم نحكي فيه وقت. انتو مناح؟ ايه مناح مناح فريد. عابدين جيب الجنزير وخلينا نسحب يلا. طيب ماشي رح حلها. انت منيحة؟ ايه منيحة. يا روحي انتي.